مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، إجادة لقانا على قناة حنا بعل في برنامجكم شهوة رمضان، البرنامج اللي تعودتوا به كل يوم 30 حلقة 30 وصفة. اليوم في الدبارة باش نعملوا برشا أطباق، باش نحاولوا نحكيوا على الأطباق المنسية على الأطباق الزمنية، ونحاولوا نعرفوا موروثنا وتاريخنا الغذائي. اليوم اخترنا لكم شربة التورتميش. بالنسبة لشربة التورتميش باش نستحقوا شوية كلافس وبصل وصفناري ودشاش شهية، باش نعملوا ماركة امتع التورتميش، وباش نستحقوا عجينة. بالنسبة للعجينة شتر سميد وشتر فارينة مع أصفر متاع ضم وشوية زبدة، وبالطبيعة الفارس باش تكون بصل وتشيج ومعدنوس. بالنسبة لينا باش نسبق شوية وباش نحضر الماركة امتع التورتميش، خليه الماء يسخن باش نستحقوا السفنارية الكلافس والبصل والدجاج. دونك باش نحطوا ماء باش نزيدوا السفنارية اللي هي تسمى الجارنتور الروماتيك، هي اللي باش تنكهنا المرقة متاعنا. باش نزيدوا الكلافس أو البصل، ناخذوا زر الدجاج شهية، وباش نلكوا بشوية زعفران، نزيدوا شوية ماء ونخليو المرقة اللي هي عبارة تاع مرقة تاع الدجاج تغلي. هذه المرقة هي اللي باش نكهن الشربة متاعنا. وفي الانتظار كما كنت حكيت قبل، الحاجات الزايدة اللي ما عادش نسحقوها بعضها من الكوجينة، ونتعديو للعجينة. كنت حكيت على العجينة، بالنسبة للعجينة باش نستحقو سميد فارينة أصفر تعظم وزبدة، هذوما الكل يتحاولوا ويوليوا حاضرين عجينة. دونك ناخذوا طرف العجينة ومن بعد تخدينا بالنسبة للعجينة قصيناها دوائر باش نستحقوا في الأثناء الفارس، ومن بعد نعملوها كيما البريك الدانوني. هذه العجينة اللي باش تكون موجودة في الشربة اللي باش نحضروها اليوم. دونك الشربة عبارة على مرقة متاع دجاج تكون منكهة بزعفران، وعبارة على كعبات بريك دانوني صغار مقليين، نرويهم في الشربة. دونك في الأثناء هذايا قاعدين نحضروا كعبات البريك الصغار، هي عبارة الأكلة اسمها تورتميش، باش نستحق شوية زيت. دونك التورتميش هو طبق تركي الأصل، نعرفوا اللي احنا عبارة على بلاد مرت عليها العديد من الحضارات، وعندنا موروث غذائي تراث تقليدي كبير برشا. بالنسبة لنا كي نقولوا ما نقولوش كوجينة تونسية، نقولوا المطابخ التونسية. علاش نقولوا المطابخ التونسية؟ على خاطر برشا من الحضارات مرت على تونس، ومنها هي تعلمنا ولا أخذينا الموروث الغذائي والتقاليد الغذائية. العديد من الأطباق إذا نشوفوا الأصل، برشا يقول لك الأصل تونسي، من الأصل ماهوش تونسي، يعني بصحيح العبارة ماهوش تونسي. علاش ماهوش تونسي؟ على خاطر ما عندناش كوديفيكاسيون، يعني ما عندناش توثيق للوصفات التونسية.
كان جاء عنا يعني مركز لتوثيق ولا الأرشيف الحاجات الوصفات اللي قديمة، رانا لقينا حاجات هي اللي تخلينا تثبت لنا الموروث الغذائي متاعنا. عاودوا نرجعوا للوصفة متاعنا دبارة. دونك توا حضرنا كعبات البريك صغار، واش نحضروا العجينة متاعنا، حطينا كعبة الأولانية باش نزيدوا الثانية. هذه بالنسبة للعجينة هي اللي باش تكون لنا مع الشربة. في الانتظار المرقة متاعنا أغليت حضرت كالعادة على الطريقة التقليدية القديمة، باش نستحقوا زوز فراشت باش نقلبوا بيهم. يعني يلزمنا في وسط الكوجينة ما نحيروش، يلزمنا نلقاو كيفاش نطيبوا، كيفاش نحضروا الأطباق متاعنا. قوة الكوجينة مش قوة مواد أولية، أول حاجة أنفس لديات، ثاني حاجة قوة الكوجينة اللي أنت تنجم تلقى الدبارة بالشيء اللي متوفر، بالشيء اللي موجود، يلزم ما تحيرش. نتفقدوا البات متاعنا، يعني صراحة بالنسبة لنا في الكوجينة يلزمك تحاول تطيب الشيء اللي موجود بالشيء اللي متوفر، ما نصعبوش الحياة. ساعات وصفة تكون موجودة تتبدل تتغير تولي وصفة أخرى. بالمناسبة نحيي ربيت البيوت الكل اللي كل نهار يبدأوا حايرين شو مشي طيبوا، واللي ساعات الدقيقة الأخرى ما بالنسبة لنا نهزوا البريك اللي هو حذر. إذا ما حضروا المرقة متاعنا حضرت، دونك توا مبقالنا كين باش نصفيو المرقة قاعدة تغلي، باش نزيدو شوية زعفران. وباش نرميو البات اللي كنا حضرناها بكري. هكا الشربة حضرت، مبقالنا كين باش نعديو للطبق الموالي. أنا راجعين، أرجعنا لكم أعزائي المشاهدين باش نواصلوا مع بعضنا الطبق الثاني. بالنسبة للمفتحات اخترنا لكم تارت بالشامبينيون والدجاج. دونك الحاجة الأولانية اللي باش نستحقوا، حطوا المقلة وعنا البات متاعنا. بالنسبة للبات باش ناخذ شوية فرينة الوردة سبيسيال بيتزا، نحطها في صحفة بحذايا، شوية فرينة، نجيب البات، نعفو الطقس سخانة، دونك تعبنا شوية العجينة، دونك احنا ديجا كنا حليناها قبل، مبقالنا كان باش نقصوها أدوير ونحطوها في الليفون. ومن بعد ننقبوا البات متاعنا. في الانتظار قبل ما نكملوا نحضروا فوند تارت، نتعداو للفرس. حطوا شويه زيت نجمة، البصل، الدجاج شهية، والشامبينيون.
وعندنا شويه مرقه نتاع الجيش باش نمرقوا بها الفرس. نحركوا مليح مليح الفرس، نفوحوها بشويه فلفل اكحل وملح، وكالعادة كما كنت نقول المعون زي اللي ما عادش نسحقوه بعضهم بحذنا. كنت حضرت دو فون دو تارت خليتهم يبردوا في الفريجيدير، هذوما يلزم البات ترتاح في الفريجيدير. دونك سبقتكم شويه وحضرت تحضير مسبق لي فون دو تارت، حركة مليح مليح الدجاج اللي قليناه مع شوية أبصل وشامبينيون، فوحناه بشوية ملح وفلفل أكحل، بالنسبة ليا توا باش نستحق الفارس حاضرة، باش نستحق بما يسمى لاباري رويال. لاباري رويال هي عبارة على شنو؟ عبارة على جبن عظم وكريم فريش، هذا زيت انا حيوان بحذنا. دونك بالنسبه لنا الفارس اللي متكونه اللي تسمى باري رويال متكونه من كريم فريش عظم وجبن، حضرت الدجاج نتاعنا حضر. كنت قلت لكم اذا باش نقليو الدجاج ماذا بينا نعطيكم نصيحه صغيره، نمرقوه بشويه ماء باش الدجاج ما يتحرقش ما يشدنيش في البواله. دونك هذايا استوس باش حتى كي نشوفوا توا الدجاج مازال اثري ويقعد لنا من الداخل موالو. هاكا الفرس تاعنا حضرت، نبقالنا توا كي باش نحضروا لي تارت. من بعد الفرس على الكاز ناخذوا الفون دو تارت. بالنسبه لي فون دو تارت نعطي نصيحتين، فما شكون اللي طيب البات يطيبها كويرا بلون، دونك ياخذ البات يحط فيها حمص، ماذا بينا نحطوا فيها حمص ني ونطيبوها، والا نجمو كيما توا بحكم ان باش نحطوا شويه ليكيد يعني اباري رويال باش نحطوا الفارس نجمو نخليوها وهما نايين. دونك انا باش نتبع الطريقه هذيا، اني باش ناخذ الفارس نحطوا الدجاج نزيدو نعبيو الفون دو تارت الثاني بالدجاج والشامبينيون شوية معدنوس ونغطيوه بالأباري اللي حضرناها اللي هي متكونة من كريم فريش جبن وعظم. في الانتظار مانيش باش نطلع عليكم برشا، جوست الوقايت اللي نمشي نحط لي فون دو تارت يطيبو في الفور ونرجع لكم باش نواصلوا الطبق الرئيسي. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين وباش نحضروا مع بعضنا الطبق الرئيسي اللي هو اللازانيا. نعرف جو الكوجينه السخانه برشا جو، وباش نبداو نحضروا الصوص. بالنسبه لينا باش نستحقوا للصوص شويه زيت نجمه، في الاثنيه هذيا خلينا الماء يغلي باش نوريكم طريقه سهله ما طلبش برشا وقت وتربحنا الوقت والغاز وكل شيء. دونك حطينا زيت باش نقليو البصل، دونك باش نحطو البصل، وعندنا لحم مفروم، طماطم كنا صمتناها في الماء وقشرناها نحيلها القشره نتاعها، وعندنا ماء يغلي. بالنسبه للماء شنو باش نستحقوه الماء؟ باش نستحقو بالنسبه لينا اوراق لازاني ورده. العمليه نتاعنا سهله ما طلبش برشا تفكير،
حطينا شويه ماء يغلي وباش نرميو فيه اوراق اللازانيا وباش نخليهم يطيبوا. في الاثنين هذيا باش نواصلوا في اعداد الصوص البوليونيز. دونك حطينا شويه بصل، شنو باش نزيدوا معاه؟ باش نزيدوا اللحم مفروم. عندنا تروا بريباراسيون اللي هما ينجموا يكونوا اون باراليل، اللي هي البشاميل والبوليونيز وتيتيب نتاع البات. دونك حطينا البصل باش نزيدوا معاه الثوم في الاثنين فقدوا المكرونة ديجا كنحطوا المكرونة نتاعنا تطيب في الماء من بعد تسهل لنا حتى وقت التطيب حتى الغاز. نعرف اللي التونسي مازال مش خالط على القضية، خلي ما بالك على فاتورة الماء والضوء والغاز، وذاك علاش احنا نحبوا نسهلوا له احياته بروسيت ما طلبش برشا مصروف وما طلبش برشا وقت، هذاك هو المفيد. دونك في الاثنين هذيا خلينا اللحم يتقلى باش نزيدو الطماطم اللي كنا صمتناها في الماء ونحينا لها القشره نتاعها باش نخليوها كامله. في الاثنين هذيا باش نحضروا البشاميل، دونك نخليوها شوي شوي الصوص ونتعديو لتحضير البشاميل. بالنسبة لتحضير البشاميل مش نربحو الوقت ماذا بينا في كوجينا، على قد ما نبداو منظمين على قد ما الفطور يحضر فيسع فيسع. دونك عندنا صوص طومات اللي ما لازمناش نزيدوها برشا ماء، نتفقدوها بالنسبة للصوص طومات على باس نجمو نحطو لها شوية زعتر وإلا شوية حبق وإلا نخليوها سامبل إنوتر. دونك أحنا بالنسبة لينا باش نحطو شوية فلفل أكحل باش نحطو شوية فلفل أحمر شوية كركم باش تبدا الكولور متاعها باهي وشوية ملح. ما ننسيوش نتفقدوا البات نتاعنا في الأثناء، إذا شدت لنا البات نحاولوا نسيسوها وناخذوا شوية زيت نحطوا في الماء. ريحة ما شاء الله تعمل 66 كيف لنودكم ولنشهيكم، ولا أقول بلوتون ودكم وشهيكم. في الأثناء ذي نخليه الصوص نتعديه باش نحضروا البشاميل نتاعنا باش نستحقوا زبدة. بالنسبة لروسيت البشاميل، بالنسبة لروسيت تاع البشاميل شنو نستحقوا؟ باش نستحقوا زبدة وفرينة 50 غرام 50 غرام على إترا نتاع حليب. ناخذ الزبده نذوبوا الزبده، خليه باش الساده المشاهدين يشوفوا طريقه التحضير. باش نزيدوها الفرينه، دونك تولي لنا رو، ماذا بينا الرو تكون جارية. ونعطيكم نصيحة، إذا حطينا الرو سخونة ماذا بينا يكون الحليب بارد وإلا بالعكس. دونك أنا مانيش باش نكثر في الفرينة، باش تبدا الرو باش نحط 40-60 وتوا ما بقالي كان باش نزيد الحليب. حركوا مليح مليح مليح
باش نفوحها بشويه، زوز تيب عنا شويه، زوز تيب شويه فلفل اكحل وما ننساوش شويه ملح، ونعملوها جاريه باش نسقيو بها اللازانيا. دونك اللازانيا متركبه من ثلاثة حاجات، متركبه من الباز اللي هي المكرونه، ناخذوا البات نتاعنا ونطيبوها طايبه، اذا ما عادش نسحقوه نحركوا حتى لين تبقبق وتكون حاضره، نتفقدوا الصوص ريحه تعمل 66 كيف، ريحه بنينه مفوحه استوديو، وان شاء الله كي تحضروها في الدار تعجبكم. دونك بالنسبه للصوص حضرت، توا ما بقى لي كان باش نوريكم طريقه اعداد اللازانيا. المكرونه باش نبردوها، علاش نبردوها؟ بور ستوبي الكويسون. واحده فخار عندنا المكرونه والصوص والبشاميل ديجا حاضرين، يعني الصعيب الكل عملناه جست باش نخليوها تعمل شويه جراتيناج، وهكا تكون الطبق نتاعنا حضر. نتفقدوا المكرونه، كنا حاطين شويه زيت في الماء، وتو نتعداو للتزيين. باش ناخذ الورقه الاولانيه باش نقصوها على اثنين، الحاجه الاولانيه باش نستحق البشاميل باش تكون هي الباز، باش نحطو البات نتعديو للصوص بولونيز، نحطو شوية بشاميل. دونك حطينا بشاميل باش نزيدو صوص طومات بلوتو صوص بولونيز، وما بقالنا توا كان باش نزيدو الفينيسيون الاخرانية، وهكا تكون اللازانيا بتاعنا حضرت. تعمل 66 كيف، تتحط شوية في الفوق.